ابو نتش انت حابب تشوف الصوره خلاص المنظر عينك الله يعني انت هات البلوزه لاني هات هات بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ جواد محبوب من فلسطين من أرض الإسراء والمعراج، نهدي التحية باسمي وباسم الشعب الفلسطيني وباسم الرئيس أبو مازن إلى الشعب التركي وإلى السيد طيب رجب طيب أردوغان، ونبارك له الانتصار على الفئة الذين كانوا أن يريدون أن يعيثوا في الأرض فسادا. نحن يعني صراحة نحب الشعب التركي وهو يحبنا. أنا أذهب كثير إلى هناك، أستورد الملابس، وعندما أكون في تركيا صراحة أشعر بمحبة هذا الشعب للشعب الفلسطيني، وهذا شيء ملموس. الشعب التركي يحب كثير زعيمه أردوغان، وهذا ما التمسناه على أرض الواقع عندما كانت مكالمة لا تستغرق فقط 10 ثواني، فنزل إلى الشارع وكان هذا رد فعل صاخب وحكى كلمة الحق إلى رئيسي السيد أردوغان. أنا أشكره وجل الاحترام له، هو رجل عظيم، هو يقف مع شعوب العالم المظلومة، هو يقف مع الشعب الفلسطيني. بالنسبة لهذول الفئة الذين يريدون أن يعيدوا في الأرض فسادا، يعني أقول لهم لا تعيدوها. يعني يقول سبحان الله تعالى في محكم التنزيل: وقع الحق وظهر الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق الحمد لله دائما منتصر على الباطل، سواء في تركيا أو سواء في بلادنا أو سواء في جميع يعني أنحاء العالم. نحن شعب نريد الاستقرار، نريد الهدوء، لا نريد يعني أن يكون هناك بلبلة في الشارع. فأنا أوجه من هنا كلمتي إلى الشعب التركي وأشد على يده وعلى موقفه الذي مشرف كان، وباسمي وباسم الشعب الفلسطيني أحيي طيب رجب أردوغان وهذا الشعب العظيم. إن شاء الله يكون يعني عند حسن ظننا إن شاء الله.